مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. موضوع اليوم هو موضوع التريزوميا، يعني إدماج الأطفال المصابين بحالة التريزوميا متلازمة داون في الوسط المدرسي، ولما لا نتكلموا على الإدماج في الوسط الاجتماعي كذلك. بابا ولا مامون تاع الطفل المصاب بتريزوميا كيلحق الطفل في السن الخمسة من عمره يتوجه للمدرسة تاع الحي. طفلة قبل ما تكون مصابة بتريزوميا راهي سي تان اونفون، طفلة عادية. وهنايا والجانب النفسي، التكافل النفسي، احنا نقدر نقولوا التكافل اولا، التكافل النفسي الاولياء قبل ما يزيد الطفل. حصتكم الأسبوعية ولادنا تحت جناحنا، وبمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون لا تريزومي، تأتيكم بموضوع مهم هو إدماج الأطفال المصابين بمتلازمة داون لتريزوميك في المجال الدراسي. كيجيو الحفلات الخاصة بالأطفال وكامل تشوفهم كاش يلعبوا مع الدراري. الأمر ليس بالسهل وفي نفس الوقت ليس بالصعب، إذا حاولنا وبذلنا لازم الإرادة، سعي وإرادة ورفع التحدي وعدم الخوف، كل الأمور ستسهل فيما بعد. فئة تريزوميا نحبكم بزاف بزاف بزاف، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم باش تدمجون عاديا إن شاء الله يا ربي. وهذا كفاح طويل طويل طويل، وحنا رانا معكم في هذا الكفاح. هذا شعاري مدرستي مستقبلي. إذن إن شاء الله تنصفتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من الأطفال ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقهولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب.